أشهر عديدة مرت على ظهور فيروس كورونا، توصيات وإجراءات بإلزامية ارتداء الكمامات للحد من انتشار الوباء، ما أدى إلى الاستخدام الواسع للكمامات حتى للأطفال والرضع في وقت يغفل فيه الأولياء عن خطورتها على صحة أطفالهم، خاصة للذين تقل أعمارهم عن العامين. هذا جدار للتنفس، حاجز براج للتنفس. دونك وحنا هنايا الانسان البشر جزائري ولا اجنبي ماشي مولفين بهذا لاجان، هذا يدير لنا قلق. الا عندك طفل ما يحملش المسكين، وعنده دات، وعنده كما قلبه كما كذا، عندهم خصوصيات في الاخر. ضروري عنده الأكسجين، ضروري يكون تنفس عادي. الأطباء حذروا الأولياء من اصطحاب الأطفال خلال التسوق أو اللعب خارج المنزل خلال الفترة الحالية، الأمر الذي من شأنه تعريض حياتهم للخطر، مشددين على ضرورة بقائهم في المنزل. والأمهات هذو أدي وليدك في الضرورة للطبيب ولا هذه، وعاودي جيبيه، وكي يكون لابسه اقعدي قدامه. اطلب انا من السلطات يجيو كمامات خاصه بالاطفال، مانيش عارف لا موجوده في السوق، من نوع خاص يكونوا خفاف، وهذه اللي عندها اهميه، والنوعيه تاع القماش. ارتداء الأقنعة والكمامات الطبية أصبح أمراً إلزامياً كإجراء وقائي، لكن وجب مراعاة نوعية الكمامات وتفادي ارتداء تلك المصنوعة من البلاستيك، فالاستعمال الخاطئ قد يكون السبب في الإصابة بالمرض بدلاً من الوقاية منه.